السلام عليكم. نلاحظ هنا في هذه المنطقة نتاع ورشة نتاع كوسيدر أنها أخذت كل الرصيف، وهذا يعتبر سلوك يعني غير حضاري وغير إنساني، خاصة وأن عندنا هنا في المنطقة هذه في أثناء السنة الدراسية كان بزاف التلاميذ يمروا من هذا الخط بين يسكنوا في واد السمار ويقراوا في هنا في المكان في منطقة حي المكان الجميل، ويمروا على الطريق. هذا يعتبر سلوك غير مسؤول. لماذا هذا الوضع الخطير؟ لابد على الناس أن تفهم أن الطريق حق. أين حق الطريق؟ وسلامة المواطن هي الأساس، لأن في أي عملية مهما كانت لابد أن نحط الإنسان في لب الاهتمام، لأن الهدف في الأخير هو الإنسان، هو خدمة الإنسان، خدمة المواطن. أرجو أن مثل هذه الوضعيات لا تعاد في أماكن أخرى، خاصة وأن بالنسبة لهذا الفواهة نتاع لايراسيون نتاع المترو هنا في الشنطي هذا، يعني الفضاء موجود من الخلف، كان ممكن يتفاداو من غلق الرصيف هذا. والسلام عليكم.